في سؤال او سؤالين لهم علاقه بالسوشيال ميديا. لو حد دخل على الاكونتات بتاعت هدى المفتي هيلاقي ان هي يعني ما فيهاش غير شويه صور، يعني زي ما بيقولوا مش ريفيلينج، يعني لا تقول شيئا. يعني في ناس كتيره زي بتوثق حياتها، بتعمل فيديوهات، بتعمل ستوريز، تبقى فاهم. انت لا، انت الاكونتات بتاعتك يعني متحفظه جدا، انت بتحطي صوره صماء وما بتبقى مجرد صوره. ده حقيقي، انا بتكسف اعمل فيديوهات زي ما قلت لك، بتكسف ابين حاجات، بحب قوي اتكلم، يعني بحب ابقى مبينه حاجات عن شغلي اكتر وحياتي العاديه مثلا بالصوره بقى شكلي فيها حلو وليها ذكرى معينه، فبحب انزلها كده علشان تبقى انا اللي فاهمه والناس مش فاهمه حاجات كده. ما بحبش حد يتدخل في حياتي زياده عن اللزوم بطريقه مبالغ فيها ولا بطريقه غير لائقه، وغير لائقه دي بالنسبه لي حطي تحتيها الف خط. بيبقى في ناس بتسال اسئله محرجه وأسئلة عن حالتك العاطفيه مثلا وحاجات مش خاصه بيهم وحاجات حتى يعني موجوده او مش موجوده، ليه هتكلم؟ يعني انت مش مستعده تكلمي خالص عن حالتك العاطفيه يا هدى، ولا لا ممكن تتكلمي عن مواصفات مثلا الشخص اللي ممكن تحبيه؟ لا ممكن اتكلم عادي، بس عادي مش بس مش هحكي حاجات بتحصل في حياتي عشان اكيد اكيد ايا كان يعني، فهو في خصوصيه في الحوارات اللي زي دي. مواصفات الشخص اللي ممكن تحبيه؟ بصي انا ما عنديش مواصفات لفتى الاحلام او للشخص، انا عندي في حاجات معينه، مش مواصفات بس في صفات، وفي فرق كبير. يعني المواصفات دي بتتكلم على الشكل، انا بجد اخر حاجه ممكن اكون بفكر فيها شكله، طريقه لبسه، اي حاجه في الدنيا خالص، يعني دي اخر حاجه، يعني الحاجه من بره ما بتفرقليش نهائيا خالص، مش فارق لي. حتى الناس اللي كان في لما كان عندي حالات عاطفيه ايا كانت، لو شفتي ده وشفتي ده هتقولي او ده ايا كان، يعني عشان ما يبقاش بتقول رقم محدد. لا انا حسيت انه رقم محدد. لا والله ده او ده، حسيت ان هم اتنين. لا على العموم لا والله خالص يعني. لا يعني ايا كان يعني واحد اسمراني واحد ابيضاني مثلا، ممكن تلاقي واحد عينه خضراء واحد احنا بنأكد النظريه انه انت مش مهم الشكل. لا واحد شعره طويل، واحد شعره قصير، واحد بجد ما بيفرقليش الشكل وطريقه اللبس اخر حاجه تفرق لي. لكن بيفرق لي قوي اخلاقيات الانسان وروحه، يعني دي الحاجه اللي تشدني قوي. طيب انت انسانه رومانسيه والعواطف لا رومانسيه موت انت. ايه ده؟ لا موت. ايه ده فعلا؟ حساسه جدا. مش يعني مش عمليه براكتيكال. لا انت لما تحبي تدلي، هقول لك على حاجه، لما انا بعرف اظبط نفسي، بعرف اقول لنفسي ولا وبتاع. بس في ناس كده بتشوفيهم بيبقى غصب عنك الحقيقه في الواقع، يعني لحظه ضعف. يعني لما بتحبي بتحبي قوي، يعني قوي قوي، وبحب الانسان بعيوبه وما بكونش عايزه اغير فيه خالص. يعني مثلا شخص عيبه كذا، انا بحبه وهو عيبه كده علشان انا مش هغير فيه، لان انا شايفه ان انا حبيت. يعني ليه اغير انسان ايا كان؟ حتى لو عيب فيه انا ليه اغيره؟ ما اسيبه بقى اروح لحد تاني فيه الصفات اللي انا عايزاها. سؤال، لما يطلع ريد فلاجز بتشوفيهم ولا ما بتشوفيهمش؟ بشوفهم جدا يا جماعه، يعني ولكن بشوفهم، ولكن في الواقع بكمل. الفكره بقى ان انا يعني الريد فلاجز دي بالنسبه لي بتبقى كيوت. فدي كارثه. ده في الاول والله، ده زمان، ده زمان جدا، دلوقتي خالص. يبقى عندك الله في ريد فلاجز. لا انا بس انا عشان انا ببص لها بناحيه ثانيه زي ما قلت لك، ان انا ببص من فكره انه انا طالما حد عاجبني لازم احبه بعيوبه مش بعيوبه انا. طب ما انا اكيد عندي عيوب، ما انا لازم اتقبل. بس في حاجات بالنسبه لي هي مش ريد فلاجز، هي في حاجات لا قاطعه. يعني في حاجات بالنسبه لي هي لا قاطعه. يعني انا بالنسبه لي الشخص اللي انا في حاجات اساسيه، شخص ما بينتقدنيش، مش بيقلل مني. يعني في انتقاد عن، يعني في ناس بتقعد تنتقد طول الوقت، ده مش بالنسبه لي مش اوبشن اصلا، يعني مش اختيار ان انا اختار حد بيكسر فيك، بيكسر مقاديفي. مش اختيار ان انا ايا كان. انا لما ببقى بحب انسان ببقى شايفاه هو وبس، ما ينفعش الشخص التاني ده يقلل مني او يحسسني انه ما بحبش الراجل اللي اي واحده تعجبه. هي لازم واحده،
لازم حد هو عاجبه حد، لكن الراجل اللي اي واحده تعجبه ده رعب. مقدرش. انا مبسوطه ان انت بتتكلمي بانفتاح يعني عن عواطفك، بس ملحوظه بموضوع الريد فلاجز او اجراس الخطر او البراميل اللي بتقولك ان انت داخله في منطقه مش صح. يعني يا ريت كل البنات ينظروا للريد فلاجز، يعملوها اعتبار مهم. يعني وانت اتعلمتي بقى خلاص. لا بس ده كان زمان وانا صغيره قوي. يعني الواحد لما بيكبر تفكيره بيتغير وبينضج، وبتبقي عارفه انت عايزه ايه ومش عايزه ايه. انا مش عارفه انا عايزه ايه قوي، عشان ابقى صريحه معاكي، لان انا يعني مش عارفه انا عايزه ايه قوي، بس انا عارفه كويس قوي انا مش عايزه ايه، ودي مهمه. يعني انا عارفه كويس قوي انا مش عايزه ايه في الشريك اللي معايا، بس مش عارفه لسه انا عايزه ايه. اتمنى لك انك تلاقي الشخص المناسب ان شاء الله من غير باذن الله، وتلاقي يعني عواطفك الفياضه دي تلاقي اللي يستاهلها ويستحقها باذن الله. اكيد ان شاء الله. بس يعني اللي فهمناه من الكلام ان انت مش مرتبطه دلوقتي خالص، ودي معلومه بنستخلصها من كلام حضرتك. لا مش مرتبطة، وبالتالي امنيتنا في مكانها ان شاء الله تلاقي الشخص اللي يستحق باذن الله. اكيد.